فكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، لكن في برضو في آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما علاقة يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ وأين العسر واليسر هنا؟ تمام، كويس جدا. ربنا بيقول إنه فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص حصل الإيه؟ فرض الصيام، خلاص أصبح فرض. ها، وبعدين في تخفيف بقى. طبعا الصيام عسر صعب، ولكن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني ما يصومش ويبقى يصوم بعد رمضان. ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يوم العسر. كنت فاكرين ربنا عايزكم تبقوا في عسر؟ لا 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 خالص، خدت بالك؟ فهو ده التيسير عند المرض، عند السفر. وهنا الحقيقة أحيانا الواحد كان يجي على نفسه، أنا عيان بس برضو هصوم. ليه؟ بفتكر أن أنا كده برضي ربنا. لا، طب ركز كده، ربنا بيقولك إيه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى أنت لو عسرت على نفسك أنت عمل عكس إرادة ربنا. ربنا يريد أنك تبقى مستريح. مين قالك أن ربنا يريد أن أنت تبقى مريض وبتصوم؟ لا، ربنا لا يريد هذا. دكتور، واخد بالك؟ أنا واخد بالي، بس أنا لفت نظري في الآية دي حاجة تانية عايز أسألك عليها أنت دو باشمهندس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ما الفرق بين القرآن والفرقان؟ لا، هي بص، هو من أسماء القرآن الفرقان. طب الفرقان. ليه هنا أنزل فيه القرآن وبينات للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ بص، هي ربنا أنزل القرآن ليه؟ هدى للناس، عشان يهدي الناس كلها. خلاص؟ طيب، وأنزلوا أيضا آيات بينات واضحة فيها هدى وفرقان تفرق بين الحق والباطل. هقول لك على حاجة، مثلا لما ربنا حول القبلة حصل اختبار لإيمان بعض، ده بعض الناس ارتدت، الناس كانت أسلمت ارتدت فيها. انت عايزنا نسيب الكعبة بيت إبراهيم وبيت أبائنا وبتاع ونبص ناحية القبلة المسجد الأقصى أو القدس اللي هي قبلة اليهود؟ في ناس ارتدت فيها. فربنا بيقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، عشان تفرق بين اللي على حق واللي على باطل، بين المؤمن فعلا وبين المنافق. طب ثانية واحدة، بص الصيغة بتاعت الآية: وما جعلنا القبلة دي اللي هي القدس وما حولها بقى فلسطين إلا لنعلم. وكأن هذه الآية بتتكلم عن شيء سنة الله إلى اليوم. فلسطين هي التي تكشف، هي الكاشفة لغاية النهاردة، حتى بين غير المسلمين بتوريك مين الكويس ومين فيهم اللي على باطل أو مين فيهم اللي وحش. احنا شفنا النهاردة اليهود، يهود ماشيين بينصرونا ويهود تانيين ضدنا، مسيحيين معانا ومسيحيين ضدنا، مسلمين معانا ومسلمين للأسف ضد الدين، ضد ربنا سبحان الله. اللي أنا بقوله الآتي، إن القرآن تدبره خطير جدا، وبيرسل لك دايما رسائل بينات من الهدى والفرقان. خلي بالك إن القرآن نزل منجما، هو القرآن نزل، ربنا أنزل القرآن في رمضان، يعني إيه؟ نزل إلى السماء الدنيا ثم نزل نجما نجما، نجم يعني قطعة قطعة شوية شوية، ماشي؟ بينات، كل نجم جاي بعبارة عن آيات بينات فيها هدى وفيها فرقان، 23 سنة. فهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بقى مفرق منجما بينات من الهدى والفرقان، ما نزلش حتى واحدة.